في المقطع التالي يتحدث شاب من أهالي محافظة ميسان التي أغرقتها الفيضانات بأنهم من يقومون بردم السدود الترابية بإمكانياتهم المتواضعة دون وصول آليات من الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية لإنقاذهم من السيول والفيضانات. وأضاف بأنهم يفترشون السدود الترابية بعد غرق بيوتهم وأراضيهم. دعونا نتابع. الرحمن الرحيم، نرجو من المحافظة تلحقنا، موش لا بالتمن ولا بالشكر ولا بالزيت، لا عايزين يلحقونا بحفارات باليات بنسافات. هسه احنا شنو ذنبنا؟ عينك هاي العوائل على السدود، احنا نسد بجواني بحجار بكراكه، وين نروح؟ العباس عليكم مثلا الناشد من يا مسؤول يا نمشوين نمشي الرئيس وزراء يطردنا. هذا حط جابوا لنا حفاره ما انتم الا ذاك، يقول له بلا قاعد شروطكم انتم 20 لتر ذبوهن ببطنه، هو ال 20 لتر يحفر له بين كيلتين، وين نروح؟ هاي بكره كتنا وننطر الليل ننام على السد.